بيت السميد. عندي كوبايتين من اللبن الحليب، عندي علبه قشطه نباتي اختياري، يعني عايزه تحطيها حطيها، مش عايزه تحطيها تمام. عندي نص كوبايه من السميد، سميد البسبوسه، انا هوريه لك كده عشان اوريكم الشكل بتاعه عامل ازاي. اهو سميد ناعم خالص، سايب بقى مغلف مش قصه، المهم عندي يبقى ناعم خالص زي البودره كده، ما يكونش خشن. 3 معالق كبار من السكر، وده بالنسبه لي سكر مظبوط، لو انت سكرك عالي ممكن توصلي المقدار لاربع او خمس معالق كبيره من السكر، بس هيبقى سكرها عالي. معلقه صغيره ميه زهر او ميه ورد بتدي طعم حلو قوي مع السميد. فواكه مشكله للوش بقى دي اختياري، ممكن تحطي موز وعسل، ممكن تحطي حليب مكثف، ممكن تحطي صوص كراميل، طبعا انا كتوته هحط اكيد صوص كراميل. الموضوع سهل جدا وبسيط، ما فيهوش اي حاجه صعبه. طيب